كلية آداب والعلوم الإنسانية بنيابة، السيد نائب رئيس الجامعة، سيدات والسادة سيد رئيس الجلسة، سيدات والسادة أساتذة محترمين، أعزائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، أتشرف اليوم بالمشاركة في افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية التي تتناول موضوع يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى ما يعرفه بلادنا من نقاش كبير بخصوص إصلاح منظومة التربية باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. حضرات السيدات والسادة، كل معرفة تستلزم عددا من الأدوات، أولها اللغة باعتبارها هوية البشر. فقد رافقت الإنسان منذ فجر التاريخ وتطورت بتطوره، فطبعت مختلف الحضارات التي شيدها الإنسان بطابعها الخاص، وما تعدد الثقافات واختلافها قديما وحديثا إلا بسبب تعدد اللغات نفسها وتمايزها فيما بينها. وتعتبر اللغة أهم أدوات التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة، وبدون اللغة يتعطل نشاط الناس المعرفي، وترتبط اللغة بالتفكير ارتباطا وثيقا، فأفكار الإنسان تساغ دوما في قالب لغوي، فقط في اللغة تحصل الفكرة على وجودها الواقعي. وقد أصبحت اللغات تتقارب اليوم فيما بينها بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الذي أتاح التقارب بين الشعوب، بسبب الحاجة المتزايدة إلى التواصل الفوري السريع وما صاحبه من تقارب بين اللغات في الميادين الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والسياسية والتعليمية. حضرات السيدات والسادة، الأمانة العلمية تقتضي أن أترك الحديث في هذا الموضوع لأهل الاختصاص، لكن أغتنم فرصة للإشارة إلى أن الجامعات المغربية وعيا منها برهانات العلم والتكنولوجيا، وانطلاقا من مسؤوليتها ودورها في تكوين أجيال المستقبل، وانطلاقا من تعلقها بالقيم الوطنية والثقافية واللغوية واحترام مقتضيات دستور البلاد الذي نص في الفصل 5 منه على تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء. يجب أن تعمل على إدراج مفاهيم علمية وأدوات جديدة من أجل قراءة هذا التراث قراءة علمية واعية قادرة على الحفاظ على هويته، مع تقديم الحلول والمقترحات لخدمة المجتمع من خلال الدراسات والأبحاث العلمية وتطبيق النتائج التي يتم التوصل إليها بما فيه خدمة المجتمع. على أن تسهر الدولة على انسجام السياسة اللغوية والثقافية والوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل في مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارات العصر. كل هذا في إطار توجهات واستراتيجيات جديدة التي انخرط فيها المغرب وسعيه نحو التحديث وترسيخ الديمقراطية وما يترتب عنها من تغييرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والإيديولوجي، وما يصاحب هذه التغيرات من عوامل ترتبط أساسا بالانتقال من مجتمع يحتل فيه الطلب الاجتماعي المرتبة الثانية إلى مجتمع أضحى فيه هذا الطلب يحتل مكانة محورية يجعل منه المحدد للحقول المعرفية التي ينبغي تنميتها و
وكذا أساليب وأدوات العمل التي يتعين اعتمادها لتحقيق النتائج المنتظرة. وفي الختام، أتمنى أن تكلل أشغال هذه الندوة بالنجاح، وأن تشكل لبنى بنى أخرى من أجل تطوير أداة مؤسساتنا الجامعية وتطوير قدراتها لخلق جيل جديد قادر على مواجهة تطورات العولمة السريعة للرقي ببلادنا. وشكرا على إنصاتكم.